كل رمضان 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 شهر العبادة تردررم شهر الصيام شهر المحبة والإيمان تررر. يعني الكثير يعني الكثير، وخاصة خلينا نقول اللمة العائلية، لأنه في الأيامات العادية قليل وش كنا ملمومين بعض مع بعضنا لظروف الالتزامات المشاغل الحياة والدنيا هذه. لكن شهر رمضان الشهر تقريبا الوحيد غير المناسبات والأعياد، وأنه يخلي العائلة تتلم. كان جونا احنا اكثر فيه يعني بالرغم انه بسيط، يعني ما فماش توا هالتكنولوجيا هذه، لكن كانت كل الالعاب الاوراق ولا بيس ولا فوشيك، لكن كانت فما متعه كبيره ونحسوا به، والنهار كان يظهر لنا طويل. لكن توا يعني للجيل الحالي هم مش برشا متعلقين خلينا نقول، او الالعاب او العادات اللي تعودنا بها احنا صغار في شهر رمضان، ممكن هذا اللي فقدناه. ذكريات فما حاجة مش ممكن ننساها، وانا وقت صغير والحمد لله كنت نصوم ملي انا صغير، وكان يمشي في بالي وانه الريق متاعي كي نبلعو يفطرني، فكنت الريق متاعي دائما معناها يعني خرجوا معناها فهمت، وريق يشيح معناها لما يجي المغرب لما ريق يشيح معناها. وبعد عندي شكون مقرب لي من العائلة خالي شافني يعني يعني الريق نتاعي يعني اللي قاعد نستغنى عليه، قال لي اش تعمل؟ قلت انا في بالي فتره، قال لي لا يا ناس حبوا الناس الله موصيل الحب يا ناس. رسالة للشعوب العربية ولا المرة أخرى نقول إن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله يا ربي بعد هالشهر الفضيلة هذايا نرتاح من هالجائحة الكورونا. أنا الأوان وإنه نحطوا اليد في اليد ونحبوا بعضنا ونتمنوا الخير لبعضنا ونجموا نعيشوا مع بعضنا، وكل بلد يكون يعني من حقه باش يطمح للأفضل، وهذا اللازم وهذا الواجب، لأنه يعني في كل بلد أكيد فما مفكرين فما يعني أشخاص يحبوا بلادهم ويغيروا على بلادهم. خليوا الناس اللي تغير على بلدانهم هم يظهروا في الصورة، هم اللي يخدموا هم اللي يعملوا، ولكن أهم شيء نحطوا اليد في اليد ونبعدوا على الفتنة، وربي يهدينا على بعضنا إن شاء الله، ورمضان كريم.